تحية طيبة. كان لها تأثير مجتمعي حاسم، أشكلت المحرك الأساس للانتفاضات في المنطقة، وصبغت الحياة السياسية والاجتماعية بصبغتها، وحددت وشكلت مسلك وتصرفات العموم بمن فيهم النخب والمسؤولين والقائمين على المؤسسات العامة والخاصة. إنها منصات مواقع التواصل الاجتماعي، سهولة النشر وبساطة المحتوى وشعبيته جعلت مضمونه مألوفاً لدى الجمهور، على عكس ما تبثه المنصات والقنوات الرسمية أو التقليدية من تلفزيون ومواقع صحفية. لكن بالمقابل أصبحت كمية المعلومات المتداولة متشبعة ومختلفة في المحتوى، مع غياب كامل لإمكانية المراجعة، ما يحدث اللبس واللغط أحياناً ويثير الاتهامات بزعزعة الأمن العام واستقراره. وبالعودة إلى السنوات الأخيرة، ومع الوعي المجتمعي بخطر ما يتم الترويج له عبر السوشيال ميديا من جانب، ومن إثارة البعض لنزعات تتحدث عن فرض الحظر على عدد من التطبيقات وأخرى تطالب بمراقبتها وحتى بتنظيمها، ومع إصدار مجلس النواب لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، القانون رقم 5 لسنة 2022، صار الكثير يلجأ للقانون ذاته في توفير الحماية له حينما يتعرض لهجوم إلكتروني أو مضايقة. لكن هل القانون يحمي العامة أم السلطة الحاكمة؟ وما الفرق؟ لكن السؤال الآخر هو: من الذي يحدد المعايير التي يعتبر وفقها أن النشاط الإلكتروني المعين مخالف من عدمه؟ الأهداف 5 للقانون تنص على المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي وحماية النظام العام والأداب، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للوسائل الحديثة، وأيضا تعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية، فيما تشمل البنود ما يزيد عن 45 فقرة مختلفة يعاقب القانون من يرتكبها في 53 مادة منه. وكما للقانون أنصاره، فإن لديه آخرون يقفون على النقيض أو بين البينين في قولهم أن القانون فضفاض وغير واضح، ومع القضايا المثارة مؤخرا تارة بالقبض على مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وفاعلين فيها، يعاد طرح الموضوع مجددا. فما كما تعد منصات التواصل أداة العامة للخروج من سيادة المؤسسات التابعة للسلطة، فهي تمنح السلطة ذاتها إمكانات أوسع للمراقبة والتخويف وتوظيف مواردها ضد المعارضين أو غير المرضي عنهم عموما. وهذا ما سنناقشه في حلقة اليوم: قانون الجرائم الإلكترونية، حرية تعبير سقفها السجن، في نسخة إلى الرأي العام. فأهلا بكم. شكلت منصات التواصل الاجتماعي على اختلاف توجهاتها بيئة خصبة للكثيرين لتأجيج الرأي العام عبر بث محتوى تحريضي ومفبرك، ما جعل البعض يعتبر المنشورات على المنصات الاجتماعية مجرد نشر للأخبار الكاذبة، ما ترتب عليه شق للنسيج الاجتماعي والمساس بسلامة وأمن شخصيات عامة وخاصة عبر الطعن في الأعراض أو التشهير المجاني بهم، وهو ما ولد موجة سخط تجاه هذه الأفعال من الشارع الليبي. ويسهل رصد العديد من الحسابات الوهمية التي عملت على توظيف خطاب فضائحي، ما حدا بعد بالعديد من المتضررين مثل بعض الأسر الليبية للجوء إلى الجهات الأمنية. ومثال لذلك جاء قضية صفحة 6 مليون ليبي والمعروفة بنشرها أخبار ومعلومات مسيئة لسمعة كثيرين عبر شن حملات تشهير واسعة، الأمر الذي تقول السلطات الأمنية أنه يتعارض مع القانون والعرف، وخاصة قانون رقم 5 عام 2022 بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي يهدف إلى حماية التعاملات الإلكترونية والحد من وقوع الجرائم على الواقع الافتراضي، وذلك بتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها في تبني وتطوير القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية بالتوازي مع مشروع قانون المعاملات الرقمية. في المقابل طالبت منظمات حقوقية ومدنية مجلس النواب بإلغاء القانون الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما دعت السلطات الليبية إلى عدم تطبيقه بسبب ما أسمته مساساً بصفة مباشرة بحقوق الإنسان والحريات، كما يقنن هذا النص الرقابة الشاملة للسلطة التنفيذية على الفضاء الرقمي دون إذن قضائي، مع إمكانية حجب المواقع والمحتوى على حسب قولها. ويرى البعض أن هذا القانون سلاح ذو حدين، والغرض الأصلي منه هو مكافحة الجريمة وضمان حقوق ضحايا الاختلاس والتجسس والابتزاز وغيرها من الجرائم السيبرانية،
لكن الانتقادات تحولت لوجه آخر، حيث قد يتحول لمنطق قانوني بتكميم الأفواه ونسف حرية التعبير، ويأتي هذا القانون في ظل موجة من القوانين المماثلة التي تشهدها المنطقة، حيث تصادر حرية التعبير بدافع محاربة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والحفاظ على السلم الاجتماعي. لكن الغموض وعدم وضوح دلالات بعض النصوص يرى المنتقدون أنها تتيح المجال لتجاوز الحق العام للمجتمع إلى خدمة السلطة ومصادرة الآراء والصوت المعارض. إذن نبدأ النقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة. نرحب بداية برئيس المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات سيد أمين صالح، والحقوقية ناشطة نادين الفارسي، كما سينضم إلينا لاحقا عدد من الضيوف خلال هذه الحلقة. أبدأ بداية مع الأستاذة نادين الفارسي الحقوقية، أهلا بكم ضيوفنا الكرام معنا. بداية سيدة نادين، ما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي بداية في الحالة الليبية، ومن يحدد معايير المراقبة؟ سيدة نادين، هل أنت بالاستماع سيدة نادين؟ طيب، يبدو أن سيدة نادين لا تستمع لنا بشكل جيد، أو هنالك مشكلة في الصوت، سيعالج الزملاء هذا الخلل. ريتما تجهز معنا الأستاذ نادين، أنتقل إلى الأستاذ أمين صالح. سيد صالح، يعني مسألة أن القانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان هو فضفاض كما يقول المنتقدون له، وجهة نظرك هل تعتقد بأن هذا القانون متكامل وفق تقديرك؟ سيد أمين صالح، يبدو أن الضيوف لا يستمعون إلينا، وهنالك مشكلة في الصوت، هنالك خلل يعالج الآن الزملاء هذا الخلل. ريتما يتم تجهيز الضيوف. دعنا نتحدث عن مضمون هذه الحلقة. نتحدث اليوم عن فوضى المحتوى وحرية التعبير، السوشيال ميديا. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بمسألة اعتقال عدد من القائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهنالك جدل حتى بخصوص هذه الصفحات ومسألة حرية التعبير في حد ذاتها، كيف يجب أن تكون حرية التعبير، وهنالك نقيض أيضا في مسألة هل حرية التعبير أمر مفتوح أم هنالك حدود لها، متى يجب أن يكون هنالك حد لحرية التعبير. حتى من الدول في الخارج ودول العالم الأول تفرض عدد من القيود، ومن بينها كما تقول منظمة العفو الدولية بأن المساس ببعض النقاط مثل العنصرية وخطاب الكراهية أمر يعني مرفوض، وهو أمر حتمي لا يجب الخوض فيه. وبالتالي حتى حرية التعبير أمام المجتمع الدولي بشكل عام والقوانين الرسمية هنالك حدود لها. ماذا عن الحالة الليبية؟ وماذا يقصد بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي؟ وماذا يجرم قانون الجرائم الإلكترونية؟ وهل عند الحديث عن الجرائم الإلكترونية نتحدث عن الأمن السبراني والأمن المعلوماتي في البلاد، أم نتحدث عن من يقوم بنشر محتوى لا تراه السلطة متماشي مع الطبيعة العامة وغير متماشي مع الأداب العامة، وهي مسألة أيضا تدخل في جدال كبير جدا بين من يريد تقنين مواقع التواصل الاجتماعي وفرض بعض من القيود على بعض من المواقع التواصل الاجتماعي، وآخرون يرون بأنه لا يجب المساس بهذه المسألة باعتبارها حق أصيل لكل مواطن في أن يعبر عن رأيه. لكن ماذا عن الإسفاف الحاصل في بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي؟ وأيضا نقطة أخرى، وهي تمرير المعلومات الخاطئة وتزييف الحقائق أحيانا، ولماذا أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي شيء أساسي لدى الكثير في حين يبتعدون عن القنوات الرسمية للمعلومة، ولا نتحدث عن منصات أو قنوات التلفزيون فحسب، أيضا المواقع الرسمية للمعلومة في حد ذاتها، بينما يتماشون أحيانا مع بعض من الشائعات على أساس أنها حقيقة، وفي حقيقة الأمر يحدث لبس كبير ولغط كبير. ينضم إلينا الآن سيد أمين صالح، رئيس المنظمة الليبية
لتقنية المعلومات والاتصالات، إن كنت تستمع إلي بشكل جيد. سيد أمين أرحب بك من جديد. أهلا بك. كنت سألتك عن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، هل تعتقد بأن هذا القانون متكامل وفق تقديرك؟ أهلا بك وبضيوفك الكرام ومشاهدينك. في البدء أن هو قانون جاهز، صدر المسودة الأولى دي في 2021، وبعدها حاولنا نتواصل مع البرلمان ونبعثوا له ملاحظات كمجتمع مدني كأطراف يعني معنية بالتقنية أولا، يعني ما كموظف مجتمع مدني حاولنا نوصل الملاحظات التقنية والفنية. فعلا هو القانون فضفاض في بعض مواضع قابل للتأويل ولا يوجد من ينفذه، مثلا نتكلموا عن مادة تاسعة من ناحية فنية يكون خيال وسائل التشفير، لا يجوز لأي شخص خيال أو إنتاج أو توفير أو توزيع مواد التشفير أو استيراد أو تصدير. والمكافحة حاليا بيناتنا والقنوات وكل المعدات كل الأجهزة حاليا مشفرة، القانون يجرم جميع الموجودين لو أخذنا بتعريفات النص، يعني هو واستثنى من ذلك أي وسيلة مصرحة من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات. فهل الهيئة ستصرح بسبعة مليون ليبي كل موبايلاتهم وأجهزتهم اللي فيها مواد تشفير غيرها من مواد أخرى اللي هو تجرم أحيانا العمل المعدات الموجودة في الحكومة اللي هو أو المؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات اللي هو البرامج المقرصنة؟ القانون نص صراحة أن أي برنامج مقرصن يتعرض صاحبه للحبس، وهذا عقوبة شوية عالية اللي هو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، بأعمال رقمية مقلدة، كذلك موضوع اللي هو تعطيل الأعمال الحكومية، وهذا ممكن يتكلموا فيه الحقوقيين أكثر مني، لكن احنا نتكلموا من جانب تقني اللي هو كانت فضفاضة جدا كلمة تعطيل الأعمال الحكومية. هل حاليا البرنامج اللي احنا نتكلموا عليه نسخة إلى الرأي العام يعتبر تعطيل الأعمال الحكومية؟ ممكن يفسر نعم ممكن يفسر لا، فكان موضوع شوية فضفاض في موضوع تعطيل الأعمال الحكومية. كذلك يعني بالمناسبة هذا لا ينفي أن احنا في ليبيا محتاجين لهذا القانون، ممكن في 6 أو 7 مواد هي شوية صادمة بالنسبة لنا كمجتمع، لكن بقية المواد تعتبر مواد جيدة وممتازة جدا. ويفترض كان من الأجدى وكنا نتمنى أن البرلمان يستمع لكل الأطراف سواء المجتمع المدني سواء شركات خاصة شركات عامة وزارة العدل هيئة الصلاة، لكن البرلمان للأسف اشتغل بنفسه على هذا الموضوع. هناك في نقطة مهمة جدا اللي هو يعاقب في موضوع المعلومات، إفشاء المعلومات السرية يعاقب بالحبس المؤبد، لكن لم يوضع ما هي معايير السرية، يعني معلومة عن معلومة ممكن سبق صحفي يعتبر معلومة سرية، فهنا أصبح في لبس في تفسير موقف القانون. وللأسف في آخر مادة في القانون لم يأتي أنه يوجد لائحة تنفيذية تبين نصوص مادة القانون. فاحنا المنظمة الليبية نحاول قدر الإمكان نتواصل مع البرلمان، نتواصل مع كل أطراف العلاقة إن نحاول نوضح المواد الموجود فيها لبس، نقننوا بعض المواد، نوسعوا بعض المواد بحيث تتماشى. بالمناسبة الحراك اللي يديروا فيه كمنظمة تقنية في التفسيرات وفي مع أو ضد أو تقنين أو توسيع هو حراك طبيعي. طيب أستاذ أمين، يعني اسمح لي أيضا في جوانب لم يتطرق لها القانون، مسألة الابتزاز، مسألة التنمر، لمن الاحتكام هنا؟ ولا أعتقد بأن مجلس النواب عندما أقر هذا القانون يعني لم يشكل لجنة، بالتأكيد شكل لجنة واستشار مختصين في المجال، لكن لماذا يحدث هذا اللبس فيما يتعلق بمواد القانون 53؟ هو حقيقة احنا محتاجين حسب كلام القانونيين محتاجين المذكرة الشارحة التي أسس عليها القانون، كل قانون معاه مذكرة شارحة ممكن تكون 1000 صفحة ممكن 700 صفحة تفصل المواد الخاصة بالقانون، هذه المذكرة لن نجدها يعني كمتخصصين. النقطة اللي هو كذلك بعض المواد الناقصة زي موضوع الابتزاز الإلكتروني، زي موضوع التنمر، زي مضايقة الغير، أحددها بشيء معين فقط، يعني أنا تو اليوم تصبت أي مكالمة أو يزعج قناة معينة أو قناة تزعجني لا أستطيع بقانون الجرائم الإلكترونية بحسبها، لكن هنا في ثغرة وفيها الأجهزة المختصة بمتابعة الجرائم الإلكترونية في ليبيا من سنوات الاحتكام لنصوص مواد قانون العقوبات.
يعني اي حاجه لا نجدها في قانون الجرائم الالكترونيه ممكن نستندوا على بعض من القوانين الموجوده سابقا مثل القانون المدني وقانون العقوبات وفهم القوانين اللي تنطبق. اتفق جدا ان القانون مازال يحتاج الى انضاج، محتاج الى عمل، محتاجين ان يتوائم ويكون متماشي مع القوانين العالميه او اللوائح الاتفاقيات العالميه. نعم، هل هو مواكب للقوانين قوانين الجرائم الالكترونيه الحالية التي تتماشى مع نظم المعلومات الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة؟ هل يتماشى مع عصرنا الحالي وقتنا الحالي أم هو يتماشى مع حقبة أكثر من 10 سنوات مضت؟ للأسف لا يتماشى مع 2023، ممكن يتماشى 2010 2013، لكن 2023 عصر نحن نتكلم على تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي والبيك ديتا والعمليات الرقميه المشفره، قواعد بيانات البنوك العالميه، القرصنه والقرصنه الاخلاقيه او الهاك الاخلاقي. القانون لم يغطي اجزاء كبيره من الموجود عالميا. اليوم العالم يتكلم على اخلاقيات الذكاء الاصطناعي وهل ممكن يستخدموه ولا لا، وحدوده. اليوم القوانين العالميه واليو ان حاليا تشتغل في حاجه اسمها جلوبال امباكت، الاتفاقيه العالميه الرقميه اللي هو زي حقوق الانسان بعد تقرر من الامم المتحده. اليوم قانون الجرائم الالكترونيه الليبي، مكافحه الجرائم الالكترونيه، غير متماشي مع 2022 او 2020 طيب. حتى 2015. نعم، اسمح لي سيد امين، يشير الزملاء بان السيده نادين الفارسي الحقوقية والناشطة عادت معنا من جديد. هل بالاستماع سيدة نادين؟ ورحب بك من جديد، وكنت بالاستماع. مرحبا بك أخي الكريم، مرحبا بضيوفك. نعم. الكرام وبمشاهدينكم الكرام، أهلا بك. يعني نعتذر على الخلل التقني الحاصل. يعني اسمحي لي أعيد ذات السؤال عليك، يعني ما دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحالة الليبية عندما نتحدث عن فرض مراقبة؟ ما معايير المراقبة على وسائل التواصل؟ أولا أخي الكريم، يجب أن نفهم سبب وجود السوشيال ميديا أو تأثير السوشيال ميديا. اليوم أصبحت السوشيال ميديا يعني من الأوائل المسيطرين على المشهد، إن كان المشهد السياسي إن كان اجتماعيا، فتجد تأثيرها كبير جدا، يعني خاصة في ليبيا بحكم عوامل كثيرة، منها الانقسام اللي حاصل، عدة حكومات، مشهد سياسي في ربكة، أيضا نقطة مهمة جدا وهي غياب دور المؤسساتي. هنا من تقصدين بالدور المؤسساتي؟ المؤسساتي بصفة عامة، نتكلم عن مثلا الصحة، نتكلم عن المؤسسات الأمنية، المؤسسات الأمنية، الأجهزة الأمنية القضائية، كل هذه المؤسسات تعتبر في غياب تام في ظل الانقسام الحاصل. فالناس بدأت تلجأ إلى السوشيال ميديا تستخدم فيه لإيصال صوتها، فمن هنا بدأ التأثير. يعني على سبيل المثال، مثلا لما نتحدث عن طفل مريض أو شخص مريض لم يتلقى العلاج، عندما توجه نداء على السوشيال ميديا وتصبح قضية رأي عام، هنا يتحرك المسؤول بهذا الملف وفعلا يتوفر العلاج لهذه الحالة. طيب في الحالة الحالية التي تعيش فيها ليبيا، الأخبار الأخيرة، صفحة 6 مليون ليبي والجدل الحاصل مع إيقاف عدد من المدونين أو عدد من الأدمنز في هذه الصفحة. طبعا بالنسبه لي تم ايقاف الشاعر نعيم الزويي. نعم. وقبلها تم ايقاف عدد من الشخصيات وتم اطلاق سراحهم. بالنسبه لتحديد هويه مثلا صفحه مثل صفحه 6 مليون او عبد الستار او غيرها من الصفحات المجهوله، من الطبيعي انه مستحيل انه يكون موجود في مكان مثلا زي مدينه بنغازي او موجود داخل ليبيا وهو يبث في سموم بهذه الطريقه، هذا من المستحيل، يعني خاصه أنه تم القبض على السيد الشاعر الزوي وهو يقوم ببث مباشر. ولكن الغياب الاجهزه الامنيه أغلبها غير متطورة، يعني من المفترض أن هم فاهمين طريقة السوشيال ميديا وكيف أنه يقدر آدمن 6 مليون أنه يقدر يعلق بث مباشر على البث متاعك، يعني هم مش فاهمين التقنية بدقة أو ما فيش خبراء للتقنية في الأجهزة الأمنية. فلذلك تجد عملية القبض عشوائية عن طريق أخبار، عن طريق يعني معلومات من أشخاص معينين. فمن المفترض أن يكون في كل جهاز أمني خبراء
المختصين وخاصة بعد تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية. ما صحة مسؤولية الشاعر نعيم الزوي في هذه الصفحة؟ لا غير صحيح. بالنسبة للصفحة لازالت تبث رقم واحد، رقم اثنين لم لو كان هو آدمن وتم القبض عليه بشكل مفاجئ أثناء البث المباشر زي ما هم قالوا، كان من الطبيعي أن هم على طول يكون الصفحة في ديهم، يعني حتى لو بنسبة معينة، يعني حتى لو مدة ساعات أو حتى نصف ساعة يعني. ولكن زي ما قلت لك هو الأجهزة الأمنية لا تفقه أغلبها في الهندسة الإلكترونية أو في السوشيال ميديا أصلا، فتجدهم عن طريق بلاغ. ولكن النقطة المهمة، مدام تم تفعيل الجرائم الإلكترونية يجب توعية الأجهزة الأمنية أساسا ما هي الجريمة الإلكترونية. تجد عمليات القبض يعني مخالفة حتى القانون الجريمة الإلكترونية، بالرغم أن القانون فضفاض والقانون قد يخدم المسؤولين وضد المواطن. يعني هو المواطن لو أي مواطن يمشي يرفع قضية لن تتحرك الأجهزة الأمنية لقبض على من قام مثلا بابتزازها أو قام بالتنمر عليه أو قام بتشويهها أو نشر أشرت نقطة مهمة أشرت نقطة مهمة سيدة نادين، اسمحي لي أن أحيلها إلى سيد أمين صالح. سيد أمين، يعني ماذا على الجهات الأمنية فعله لتفعيل حقيقي لهذا القانون إن يجب أن يتم تفعيله؟ يعني ماذا عليهم أن يعرفوا ويعوه قبل البدء في تنفيذ فعلي لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؟ سؤال ممتاز جدا، وطرح سابقا أن إذا ارتكبت جريمة في الكفرة أو في غات، هل يلزم أن الدليل الإلكتروني نبعته لطرابلس أو بنغازي عشان يفحص ورجعوا مرة ثانية للمحكمة؟ فهنا الإخوة في المباحث الجنائية قسم إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية، وهو قسم موجود من سنوات، قالوا أن يفترض أن يكون في القانون نص مادة أن تكون في نيابة خاصة بموضوع التحقيق في الجريمة الإلكترونية، وتكون في محكمة خاصة بالأحكام الخاصة بالجرائم الإلكترونية، لأن أحكام الجرائم الإلكترونية تختلف عن الأحكام العادية. أحيانا قد تكون خبر واحد يسبب فتنة أو يسبب مشاكل أو يسبب قتل، هو عبارة عن بوست. فالموضوع أن عندنا النيابة الخاصة بالموضوع والمحكمة، وكذلك تدريب الفرق الخاصة على الأدلة الرقمية اللي هي تختلف. دليل رقمي ليس الدليل الجنائي العادي، ممكن يمسح، ممكن يمسح عن بعد أو يتوقف أو يكون في مؤقت زمني، يعني تختلف بشكل موضوع الأدلة الرقمية. يجب أن يكونوا مدربين بشكل عالي جدا، ما يكونوش ناس عاديين يعني، أو تحريز حز عادي، أو التفصيل الفني يسموه في ديجيتال فورنسيك اللي هو الجنايات الرقمية. نعم، طيب ما تقييمك أستاذ أمين للقضايا المثارة الآن؟ عبد الستار، 6 مليون ليبي، مستورة، هذه الصفحات التي تثير في الجدل في الشارع الليبي وتتسبب في كثير من المشاكل الاجتماعية. حقوقية ومن ناحية قانونية ومن ناحية جنائية لا علم لي، لكن من ناحية فنية ما نعرفش هو عملية القبض كيف تمت، عملية تحريض الجهاز كيف أثبت الدليل، هذه مجموعة أشياء لها ناس مختصة. يفترض أن المختصين في المجال هم اللي يحكموا ويشهدوا في المحاكم التوحلية في مصراتة تقريبا وفي طرابلس وبنغازي، موجود محلف جنائي أو محلف قانوني اللي هو عبارة عن عميد أو عقيد متخصص في هذا المجال، ويحالف اليمين أن المعلومات الفنية اللي هو قالها هي معلومات حقيقية ويبنى عليها يعني حكم على هذه الأساس. فهذه النقطة المهمة جدا، نعرف الموضوع كيف صار من البداية عند النهاية. ما ينفعش أن تقول أن مسخت الملفات أو درت بلوك أو درت ديليت للصفحة أو درت ريموف، الموضوع هذا ما يمشيش في موضوع الجرائم، لأن في الأخير فيها سجن، فيها غرامات، فيها أحكام، فيها سجن جنائي. الموضوع شوي خطير يعني، كثير على المستوى ومسؤولية. نعم، اسمح لي أعود من جديد السيدة نادين. سيدة نادين، بالحديث عن الجرائم الإلكترونية، وإذا كان هذا القانون فضفاض كما يقول البعض، في المقابل صفحات مواقع تواصل كثيرة على السوشيال ميديا، سواء كان على تيك توك، سواء كان على فيسبوك، على تويتر، هي فعلا تبث في الإشاعات، تبث في المشاكل في المجتمع. النسيج الاجتماعي الليبي تم ضربه في مقتل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ولا دقة للمعلومات الواردة فيه. إلى متى سيستمر هذا الحال؟
يعني ننتقد القوانين من جهة وننتقد مواقع التواصل الاجتماعي وما يطرح فيها من جهة أخرى. هنالك يعني فجوة بين الحالتين سيدة نادين. طبعا لما نتحدث عن السوشيال ميديا وكاننا نتكلم عن فضاء غريب عن المجتمع. السوشيال ميديا ما هو الا انعكاس عن التوتر الحاصل في المجتمع، لكن حركه في نفس الوقت، وهنا المشكله. عندما نتحدث عن السوشيال ميديا نتحدث عن انعكاس لحالة اجتماعية حاصلة فعلا حقيقة. يعني لو كان المجتمع زي أي دولة أخرى مستقرة وما فيهاش انقسام وما فيهاش المشاكل اللي صايرة زي ليبيا، ما كانش تجد الانعكاس هذا في السوشيال ميديا. نحن محتاجين إلى عدة أمور. أولها التوعية، هذه رقم واحد، التوعية، توعية استخدام المواقع أو التواصل الاجتماعي رقم اثنين استخدام الرادع على الجميع، أن يكون في رادع قوي لكل من يستخدم السوشيال ميديا، مثلا في نشر فتن، نشر أكاذيب، أخبار كاذبة، تشويه، تشهير. ولكن للأسف يا أخي الكريم تجد جهات أجهزة أمنية لديها إعلاميين تابعين لها يقوموا بالتشهير والتشويه ونشر الأكاذيب. فهنا تجد الكيل بمكيالين أو الازدواجية المعايير. عندما نتحدث عن مثلا عن سبيل الصعيد تجربتي الشخصية، أنا اليوم محاربة على السوشيال ميديا، أنا من أكثر أشخاص المتضررين من السوشيال ميديا، تشويه، نشر فيديوهات مفبركة، نشر أخبار عني زائفة لعدة مرات، يعني في أمور يعني أضرتني حتى على المستوى الصعيد الاجتماعي. طيب اسمحي لي بالسؤال هذا قبل ما نطلع فاصل. مثلا اشخاص معروفين مثلا وموجودين، ولكن لو رفعت قضيه لن تتحرك اي شيء ضدهم. محتاجين رادع على الجميع. ما سبب تاثير هذه الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي رغم معرفه المجتمع بتاثيرها السلبي؟ يعني ليش ما زالت مستمره في تاثيرها سيده نادين؟ عدة اسباب. السبب الاول زي ما قلت لك عدم وعي الشعب. الناس كلمة تحط لايك، كلمة تتفاعل مع الشعب مع الصفحات هذه تزيد شعبيتها ويزيد انتشارها. رقم اثنين، الشارع دائما يحب المختلف ويحب الجدل، الأمور اللي عليها جدل والاختلاف والأمور تلقى المجتمع يلجأ لها ويتابع فيها باستمرار زي ما صار في الصفحات هذه المشموعة وكيف يتابعوا فيها. رقم ثلاثة وهي تأثيرها على المسؤولين، لها جانب سلبي كبير ولكن جزء من الإيجابي موجود. مثلا بوهديمة، بوهديمة لقوا أن فعلا الأجهزة الأمنية اتجهت إلى بوهديمة والأوكار الفساد موجود بوهديمة، فيقول لك لا هذا مؤثر، فسبب جدل زاد من شهرته. والنقطة الأخرى المهمة وهي تواصل بعض الشخصيات المسؤولة، على سبيل المثال يتواصلوا معنا من صاحب هذه الصفحات ممكن نشروها، فأصبح سوء. معلومة مهمة، يعني خليني أستاذة نادين اسمحي لي، حضرتك وسيد أمين صالح أيضا تفضلا بالبقاء معنا، فاصل قصير نستكمل من بعده هذه الحلقة من نسخة إلى الرأي العام، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في نسخة إلى الرأي العام. السوشيال ميديا، فوضى المحتوى وحرية التعبير، ما يزال معنا ضيوفنا في هذه الحلقة، رئيس المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات سيد أمين صالح، والحقوقية ناشطة نادين الفارسي. أعود من جديد إلى ضيوفي وأبدأ مع سيدة نادين من جديد. قبل الفاصل كنت تتحدثين بأن هنالك من يطلب شراء هذه الصفحات باعتبار أن لها مشاهدات كثيرة والكثير من المنضمين لها. هذا اتهام كبير سيدة نادين، هل تقولين بأن مسؤولين نافذين في الدولة يحاولون شراء هذه الصفحات، وعندما فشلوا حاولوا تقييد حرية من يعتقدون بأنه مسؤول عنها؟ هم حاولوا الوصول لمن مسؤول عن الصفحة في البدء، من ثم أصبح التواصل وأصبح سوق مفتوح مزاد علني لشراء هذه الصفحة، مما جعل أصحاب هذه الصفحة تكبير المشروع للذهاب إلى عدد من الصفحات أخرى مرافقة لنفس الصفحة ودعمها، ظنا منهم ان الصفحه جابت رقم المسؤولين. اصبحوا ايضا هناك مسؤولين يتواصلوا لضرب مسؤولين اخرين بحكم الانقسام. انا قلت لك ما يحدث في السوشيال ميديا ما هو الا انعكاس لواقع لي. من هؤلاء المسؤولين سيده نادين، وما مصدر معلوماتك حتى نكون في الصوره؟ والله في بعض المسؤولين حتى يتواصلوا معي انا على الصعيد الشخصي، نادين تعرفي صاحبها ممكن يشروها وصل سعرها ل 50,000 دولار.
من هؤلاء المسؤولين؟ ما نقدرش نذكر أسماء أنا الآن، ولكن هذا سبب من الأسباب اللي تجعل مثل هذه الصفحات تزداد الاهتمام بها، محاولة شرائها، محاولة تواصل بعض الشخصيات لدعم هذه الصفحة، إعلاميين أيضا حاولوا يتواصلوا مع الصفحة، قصدي الصفحة قاعدة تجيب في أخبار وتفاصيل من داخل حتى السجون. من يبعث؟ هل هو يعني شمس عشان تزرق على الناس كلها؟ كل الأخبار تأتينا من الدايركت أو عن طريق أكيد مصادر الناس اللي يتعامل معاهم. فهذا السبب يعني الانقسام الحاصل هو من يقوم بتقوية الصفحات الوهمية زي الصفحة اللي نتحدث عنها الآن. طريقة تعامل الأجهزة الأمنية معها زاد من شهرة الصفحة أيضا، القبض على عدة شخصيات واتهامها في السابق. قبل القبض يجب التأكد من مصدر معلومة، لأن لما تقبض على شخص وتعلن إنه هو صاحب الصفحة أنت نسفت حياته، يعني أنت مفروض لازم تتأكد الأول. وبعدين في أجهزة تحديد، في أمور متطورة تقنيا، يعني أنا مش خبيرة فيهن، ولكن هذا الطبيعي للدول أنها تستخدمها. هذا أمر. والأمر الآخر زي ما قلت لك، السوشيال ميديا ما هو إلا انعكاس لواقعنا. عندما نتحدث على السوشيال ميديا في ظل غياب المؤسساتي، أنت اليوم ما فيش مؤسسات تشتغل بشكل يعني كامل، كل المؤسسات تعمل في أضعف من الضعف، غربا وشرقا وجنوبا. نعم. فالإنسان أصبح يلجأ لأي صفحة، مش مشكلة عشان تنشر الصفحة، معش يبحث في الصفحة اللي عندها أكثر عدد مشاهدات، الصفحات الرائجة، فيمشي يبعث ويقول لك بهي أنا عندي. نعم. أنا عندي قضية شخصي بعلاج، عندي قضية شخص مخطوف، عندي قضية أرض مسلوبة. فتجد أن أصبحت صفحات السوشيال ميديا تعمل زي ما نقوله لتحريك العجلة المؤسساتية، لأن لو في أصوات معينة لو ما وصلتش ما كانوا مسؤولين تحركوا. لكن في المقابل سيدة نادين، برضو هنالك غياب لمسألة وجود مؤسسات فاعلة، نتكلم مؤسسات مجتمع مدني تقوم باستطلاعات الرأي، مؤسسات حكومية ربما تقوم باستطلاعات الرأي، تحديد موقف الرأي العام، تسيير الرأي العام بشكل أو بآخر، باعتبارنا وسائل الإعلام الأخرى كالراديو والتلفزيون تقوم بدور لا يجد استحسان أحيانا من قبل العامة. الأمر قائم أيضا على جهات ذات علاقة مثل مؤسسات مجتمع مدني وجهات حكومية وهو غائب، وبالتالي الساحة بقيت مفتوحة أمام وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. التواصل الاجتماعي، ما قلت لك أنا تأثير التواصل الاجتماعي له عدة عوامل وعدة أسباب. أولاً غياب الإعلام الحقيقي للدولة الليبية، الدولة الليبية اليوم قاصمة على نفسها في الداخل، فغياب إعلام حقيقي يستطيع توجيه الرأي العام، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هي ليبيا أصبحت بؤرة صراع ونزاع، هذا أيضاً مما زاد في تفاعل الناس مع السوشيال ميديا، لأن لما نفتح على قناة فنلقى سياسة القناة تحاول أن تمر سياسة القناة، وفي أخبار قنوات تمتنع عن تمريرها بحكم سياساتها، فأصبح الناس تبحث عن التفاصيل حتى لو كانت مغلوطة. لا يستطيع الإعلام نشرها حتى إذا كانت مغلوطة، الناس تبيها على السوشيال ميديا. الناس تبحث عن المعلومة أي طيب. إن كانت فأنت اليوم لا تعتمد على وعي الناس. طيب. نتكلم عن ما سبب انجذاب الناس اسمحيلي أو ابتعاد عن الإعلام. نعم. في نقطة أخرى مهمة قبل ما تقص عليها، أريد أن أعود لك لكن اسمحيلي أشرك سيد أمين صالح، ما يزال في الانتظار يعني حتى نقوم بتوزيع المساحة بينك وبين سيد أمين صالح. سيد أمين، مسألة بأن قانون الجرائم الإلكترونية الآن لم يتحدث عن اللجان التي مختصة في مسألة القبض وغيرها، ولم يتحدث عن أمر محكمة الجنايات الإلكترونية ومحكمة الجرائم الإلكترونية أيضا. هل بعدم تفصيله في هذه النقاط يعد القانون ناقص وغير فاعل ومعيب فنيا؟ نحن قدمنا ملاحظات للبرلمان في هذا المجال، هو بعد 3 شهور من صدور المسودة، ولما أقر له قبل صدوره يعني من أجل التعديلات، لكن للأسف يعني البرلمان ما خداش بالملاحظات وأقر المسودة ذاتها يعني بدون أي إضافات، عندنا من بينها موضوع الابتزاز والتنمر
موضوع المحكمة، موضوع النيابة، مجموع موضوع التحقيق في تفصيل التحقيق، موضوعنا طلبنا أن يكون في لائحة تنفيذية أو لائحة تنفيذية مذكورة في هذا القانون في كيفية التعامل مع الجريمة، جهات منوط لها، لأن الجهة كهيئة الوطنية لوزارة المعلومات هي جهة مدنية وليست جهة ضبطية أو جنائية مثل وزارة الداخلية أو النيابات اللي تتبع النائب العام. فالهيئة الوطنية لأمن سنة معلومات هي جهة فنية، جهة مدنية تبع هيئة الاتصالات. فكان الموضوع أنه كان الموضوع مطلوب فيه تفصيل. ذات المشكلة حصلت في العراق، تحصل حاليا في الكويت. ذات المشكلة اللي هو القانون أخذ سنوات ممكن لغاية صدوره، وأصبح يعني لا يلبي المطالب، ولم يشرك فيه كل الأطراف سواء من جميع النواحي، سواء الداخلية، سواء المباحث، سواء المخابرات، سواء الأجهزة الأمنية المختلفة، هيئة الاتصالات، هيئة المعلومات، هيئة الأمن وسنة المعلومات، منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تقنية المعلومات، البرلمان، الرقابة الإدارية، مجموعة مختلفة كان مفروض المصرف المركزي في جزئية التعاملات البنكية والمالية. اليوم نشبح نشوف بطريقة كبيرة جدا السرقات على موضوع البطاقات المصرفية. يعني هو لم يذكرها إلا في فصل في قانون المعاملات الإلكترونية. يعني نفهم من حضرتك أستاذ أمين أن حضرتك مع القانون ولكن مش بشكل الحالي. بالضبط، احنا مع القانون منظم جدا ومفيد ويمنع مشاكل كبيرة جدا، لكن محتاج لإعادة تصحيح، ويعني ممكن هو حاليا كان على 53 مادة، القانون الصغير عندي أخيرا 50 مادة، وعلما ان في من عمل على هذا القانون. نحن لسنا ضد قانون الجرائم الإلكترونية، إنما ضد بعض المواد اللي هي مخالفة للإعلان الدستوري أو مخالفة للجانب الفني والتقني في الموضوع، مثل التشفير، مثل مزج الصور اللي هو اليوم يتكلموا عن مزج الصور، إن ممنوع عليك ككاريكاتير أو كرسام إنك تستخدم الفوتوشوب أو البرمجيات مزج الصور إنك تدير كاريكاتير على مسؤول، لأن يعتبر هذا مخالف وفق قانون الجرائم الإلكترونية. لكن بتبسيط أستاذ أمين، بتبسيط، يعني الناس الآن تقول لك بيحاولوا يفرضوا علينا قيود، في نفس الوقت يتقبلوا أن دول أخرى ممكن أن هي تحظر تطبيقات في دولها. يعني بالأمس الحكومة الكندية حظرت في هواتفها وأجهزتها المحمولة اللي تمنحها الحكومة تطبيق تيك توك، وقالت ذلك بسبب الأمن المعلوماتي. الاتحاد الأوروبي كذلك، مفوضية الأوروبية، وأيضا الحكومة الأمريكية، البيت الأبيض أمهل 30 يوم للهيئات الحكومية الأمريكية بأنهم هم يخفوا أو يحذفوا التطبيق من أجهزتهم التابعة للحكومة. في المسألة الليبية إذا ما بسطنا هذا الأمر، فما الذي نحتاجه لمصلحة ليبيا ولأمن الليبيين المعلوماتي والمجتمعي أيضا؟ هنا لا نحتاج لقانون جرائم الكترونية، نحتاج لدينا مجموعة لوائح وقوانين صادقة إن أي تطبيق أو أي شيء، سواء تطبيق أو برنامج أو منشور أو جريدة تهدد السلم المجتمعي والأمن المجتمعي وممكن تنشر الفتنة بين فئات المجتمع، هي ممكن تحتفظ بالنسبة بدون قانون جرائم الكترونية. يعني هيئة الاتصالات ممكن بكرة تقول إن تيك توك ممنوع أو يوتيوب أو أي موقع آخر أو بعض الروابط أو بعض المواقع. يعني نشوفوا مصر في المركز في 2015 قام بإصدار منشور إنه هو غير مسؤول عن العملات الرقمية المشفرة. لدينا يعني موجود لدينا موروث قانوني من 80 سنة قادر إنه يتعامل مع كل الأمور أيها. لكن قانون الجرائم الإلكتروني جاء إنه يوضح التفاصيل لكل فئات المطبق القانون. اليوم إنك اليوم تمشي مركز شرطة تقول لي طابق بدير مركز أو إيش مركز أو التحقيق، تقول في حاجة بالقتل على الفيسبوك، ما يعرفش كيف يتعامل معك. صعب جدا إنه يجيب معك أو تقول بولس هي التنمر أو تم مضايقتي، من صعب يتعامل معك. لكن اليوم بقوانين الجرائم الإلكترونية لديه نص واضح، يفترض أن يكون نص واضح ولديه لائحة تنفيذية واضحة لتطبيق هذه النصوص. نعم، طيب أعود من جديد لسيدة نادين. من جديد سيدة نادين، قبل قليل تحدثت عن مسألة الصفحات الموجودة هي كانت بضغط من القائمين عليها بسبب
محاولات إغرائهم لشراء هذه الصفحة. لكن ماذا عن الصفحات الأخرى؟ يسأل سائل يقول قاعدين تضغطوا على جانب، في المقابل في كثير من الصفحات التي تعمل بنفس الوتيرة وبأجندات مختلفة، لماذا لم يتجه لها من يريد حسب قوله إيقاف هذا الإسفاف، إيقاف هذا الفيض من الشرخ الاجتماعي الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ببساطة هم لما اتجهوا لهذه الصفحة أو صفحات 6 مليون أو عبد الستار أو مجموعة الصفحات السامة هذه، اتجهوا لأنهم تضرروا منهم فقط لا غير، يعني أصبحت، لكن حتى الصفحات الثانية فيها ضرر ليهم وللمجتمع أيضا. هو بعيدا عن ضرر المجتمع، في صفحات كثيرة في ضرر على المجتمع ولا زالت موجودة، وموجودة من 2014 وكل يوم تكبر وموجودة، وممكن حتى أصحاب هذه الصفحات معروفين منهم وما زالت تبث ولم يحركوا نحوها أي ساكن. ولكن صفحة 6 مليون ممكن في الأول حاولوا إغراءها بمال لشرائها، ما تفقوش على المبلغ المالي، بدأت الصفحة تكبر، بدأ عدد المشاهدين، بدأ يصير على جدل، قاعدة تضغط وأصبحت فعلا فعالة ومؤثرة في بعض الجوانب الأمنية والسياسية. فيقول لك لازم نعرف صاحبها أو يجب القبض على من حتى يتعاون مع هذه الصفحة. يعني بالبارحة تم القبض على شخصية قالوا لأنه هو يبعث في مسجات صفحة 6 مليون، يعني متعاون مع الصفحة، يبعث في رسائل على الخاص لصفحة 6 مليون. كيف وصلوا؟ كيف وصلوا للمعلومة هذه؟ يعني إذن هم مسكوا حد من المسؤولين على الصفحة إذن؟ مسكوا شخص عن طريق معلومة ممكن من شخص مقرب له، أو عن طريق شخص قال لهم أن الشخص هذا هو يتوصل عن طريق معلومات له. شو مصير زوي الآن وفق تقديرك؟ شو مصيره؟ ما فيش حتى الآن، ما فيش أي تهمة واضحة صوب الزوي. نعيم زوي أصبحت قضية رأي عام، انتشرت إشاعة أنه هو أدمن في هذه الصفحة، فأتوقع أنهم محتاجين وقت من الزمن لخروجه، يعني مش حيطلعوا في الوقت، خاصة أنهم هم نشروا بأن نعيم زوي يعني هو صاحب وأدمن هذه الصفحات ولا يملكوا دليل واضح على كلامهم. ولكن زي ما قلت لك هم تضرروا، الأجهزة الأمنية اللي تحركت والتي لازالت تتحرك نحو هذه الصفحات هي تضررت بشكل مباشر، لأن تجد أسماءهم متداولة دائما في الصفحة ومحاولة. ليش هذا التوقيت بالتحديد وفق تقديرك سيدة نديم، بعد أكثر من عام من صدور قانون الجرائم الإلكترونية، وليش هذه الصفحات بالتحديد؟ أنا معلش سامحيني نكرر في نفس الرسالة. جاوبت، انت تو سالتني سؤال الاول وجاوبت على السؤال الثاني. انت سالتني قلت لي ما هو يعني نبي حاب نعرف من حضرتك باعتبارك اكثر علم وبحث في هذا الموضوع حتى الناس تعرف. انت تو سالتني، مش مقنع انهم حاولوا يشروها ما قدروش، وبالتالي حاولوا ان هم يمسكوا القائمين عليها. اكيد في سبب اخر، اكيد في ضرب لشخصيات بعينها في بعضهم من خلال هذه الصفحه. حابب نوصل للمعلومه هذه من حضرتك اذا كان عندك علم. أنت تو تتكلم على صفحات أو قانون لم يطبق إلا على صفحة 6 مليون، صحيح؟ وطبق على حنان وأحلام اليمن، صحيح؟ بالرغم أن هناك العديد من السيدات تبث نفس محتوى أحلام وحنين العبدري، ولكن للأسف هذه حقيقة لابد أن يعلمها الجميع، أن القوانين في ليبيا تسيس، وهذه أزمة حقيقية. غياب القضاء والتسييس، يعني اليوم فلان قام بجريمة إلكترونية وسين قام بجريمة إلكترونية، نقبض على سين لأني أنا محتاج أني نقبض عليه، ولكن أبحث له عن حجة لأنه مش عاجبني، لأنه خلافات شخصية، لأنه ممكن نكتسب مكسب سياسي معين أو ممكن في مكاني أو بين أصحابي. لما أنا هل تقصدين ذلك بالتحديد أستاذة؟ بالضبط، لما نقبض على سين من الناس وأنا كباحثة مثلا على السوشيال ميديا نبحث نجد مئات من السيدات يبثوا في نفس المحتوى. في شخص اسمه نصر الدين الحواري بث 3 تسجيلات يترأس شبكة كبيرة من الدعارة عن طريق السوشيال ميديا والسيدات فتحات له حق الرد طبعا، وهو الشخص هذا نشرت له تسجيلات وصور وتم القبض عليه عن طريق البحث الجنائي، ونام يوم واحد في السجن ومن ثم أطلق سراحه قبل طيب. إيمان الثاني عندنا 3 دقائق مازالت أستاذة، نأخذ منهم دقيقة من حضرتك. بعض الناس تقول بأننا محتاجين نغلق
بعض مواقع وبعض التطبيقات، لكن في المقابل هذه التطبيقات فيها جانب من الفائدة. نتحدث مثلا عن تيك توك في وقتنا في بعض الإسفاف وبعض المشاهد التي لا تناسب المجتمع الليبي وتروج لما هو مخالف، في بعض الصفحات هي تروج لعلم، تروج إلى معلومات، تروج إلى وسائل مختلفة، حتى اليوتيوب وغيرها، حتى الفيسبوك وغيرها. ماذا نحتاج هنا للفصل بين هاتين الأمرين، بين المفيد منها وغير المفيد؟ صحيح، في نقاط مهمة. النقطة أنت ذكرتها مهمة جدا، وهي غياب دور المجتمع المدني، وأنك أنت تجمع آراء الشارع. أنت عشان تغلق موقع مثلا تيك توك، أنا أتوقع أن أغلب الليبيين حيقول لك أغلق الموقع التيك توك لأنه ما فيش فائدة، هو أصبح إسفاف في إسفاف المنقحضة. فأنت إغلاقها أفضل من القبض عن عن عدد مئات من الشخصيات قاعدين على التيك توك. هذه حاجة. فأنت محتاج إلى جمع رأي من الشارع. فهنا دور المجتمع المدني ودور بعض المؤسسات لدراسة الرأي العام. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لما نتحدث عن مثلا صفحات بعينها، نحن نحتاج إلى توعية عن طريق نفس الصفحات، تكبير صفحات لتوعية المواطن، معاملة أيضا الرادع، أن يكون فيه رادع حقيقي لكل من يسيء بطريقة حقيقية، لا استخدام القوانين من أجل تصفية الحسابات. نعم. أو أن يطبق على الجميع. فهذه نقطة أيضا مهمة جدا ويجب الارتباحة. النقطة الأخرى وهي الإعلام، الناس بدأت تنجذب إلى الإعلام البسيط وهو السوشيال ميديا. فمحتاجين أيضا أن يكون في منصات إعلامية بطريقة البسيطة وإعطاء المعلومات. واضح. لأن المواطن أصبح نعم. يعتمد على السوشيال ميديا بشكل كبير. والنقطة الأخرى وهي هي بنختم لك بها، لما نتحدث عن القانون، الجرائم الإلكترونية، قانون لازال فضفاض، قانون يحتاج إلى دراسة، قانون. شكرا. أنا مثلا كناشطة أعتبره أنه يحجب جزء من حريتي، فهذا القانون قد يستخدم ضد الليبيين. نعم، اسمحي لي أريد أن أترك كلمة أخيرة للسيد أمين صالح. سيد أمين، في عدم وجود المصادر المعتمدة في ليبيا والمحتوى العشوائي، ماذا نحتاج في الحالة الليبية الحالية؟ في عجال لو سمحت. الموضوع القانون وجد عشان ينظم الحياة. يعني الأستاذة قالت إن ما شفتش لحالتين، هو حاليا نسمع بعشرات الحالات اللي هو بالحالات الإيجابية اللي دافع عنها القانون. يعني هنا مش في إن نقول القانون صح أو خطأ، إحنا نعتبر إن المشرع قدم لنا قانون، وإن يكون قانون مخيف نعمل السنوات القادمة إن صحه، لكن نتعامل به حاليا ونحاول نوعه كل الأطراف سواء من النيابات والمسؤولين والأجهزة باحث وما في الشرطة كيفية. تدعنا كلنا نتحمل المسؤولية أستاذ أمين. جميعنا مجتمع، يعني ما نقولوا احنا لسنا معادين للأجهزة الغطية والأجهزة القضائية. انتهى الوقت، نوضحوا لهم تفصيل القانون. نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات سيدة أمين صالح، والحقوقية وناشطة نادين الفارسي. كنتم معنا في هذه المساحة في نسخة للرأي العام. لكم مني عبد الحكيم بن عثمان كامل التحايا، ومن فريق العمل وزميل مصباح رجرج منتج هذه الحلقة. دمتم في أمان الله، دمت ليبيا بخير.